بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، هذا لقاء جديد في سلسلة التوبة. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا إن شاء الله. الحقيقة هنا قضية مهمة أيها الأحبة، كثير من الناس يغفل عنها وبخاصة الشباب، وهي ترك الصلاة. أنا لن أتحدث معكم اليوم بمنطق الحلال والحرام وعذاب جهنم وعذاب القبر وعقوبة تارك الصلاة وكيف يموت تارك الصلاة وما هي الأشياء التي والعقوبات التي يتعرض لها سواء بعد الموت أو يوم القيامة. دعونا نتحدث بمنطق العلم الحديث لندرك ماذا تخسر أيها الشاب إذا تركت الصلاة. ستخسر فوائد لك ولجسمك ولحالتك النفسية ولمستقبلك، سنثبت ذلك بلغة الدراسات العلمية. أيها الأحبة، أنا أمامي هنا دراسة منشورة في مجلة International Journal of Health Sciences and Research بتاريخ 7/7/2018. تقول هذه الدراسة إن الصلاة على الطريقة الإسلامية إذا طبقت بمواعيدها وبحركاتها كما هو معروف من الأحاديث النبوية الشريفة وكما هو متواتر عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام، إذا طبقت هذه الصلاة فإن لها أثرا كبيرا على الحالة الصحية الفيزيولوجية والحالة النفسية للإنسان. وهناك دراسة أمريكية أخرى أيضا أحببت أن أحدثكم عنها، منشور ملخص عنها على جريدة إنديبندنت الشهيرة جدا. أنا أترجم حرفيا أيها الأحبة، فقط أخاطب الشباب الذين يريدون أن يعرفوا كم هي الخسارة هائلة عند ترك الصلاة. الصلاة على الطريقة الإسلامية كما تقول هذه المجلة أو هذه الصحيفة إنديبندنت تعالج مشاكل آلام الظهر والعمود الفقري وفقرات الرقبة التي يعاني منها الملايين من الشباب اليوم أيها الأحبة بسبب الجلوس الطويل وراء شاشات الكمبيوتر والتجمد وراء أمام اللابتوب والموبايل. ما الذي يحدث؟ هذا التجمد يحدث مشاكل في العمود الفقري وفي أسفل الظهر وفي فقرات الرقبة ومشاكل أيضا في أعصاب اليد. الصلاة تعالج هذه المشاكل سبحان الله، وتخفض هذه المشاكل وتخفض آلام ومشاكل المفاصل وتزيد من لزوجة ومرونة المفاصل. والله أيها الأحبة، أنا شخصيا متفاجئ بهذه الدراسة التي يقرها علماء الغرب. هذه الدراسة لم تصدر من مركز إسلامي، انتبهوا، هذه منشورة على موقع إنديبندنت، موقع علماني ليس له علاقة بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، يعترف أن الصلاة تخفف آلام أسفل الظهر وتزيد من مرونة المفاصل، مفاصل الرجلين واليدين. سبحان الله، أنا عندما قرأت هذه الدراسة أيها الأحبة وجدت شيء عجيب، أن الذي نشر هذه الدراسة أصلا وقام بها مجلة علوم هندسية، مجلة هندسية ليس لها علاقة بالدين أصلا، لا بالدين الإسلامي ولا المسيحي ولا غير ذلك. هم وضعوا برنامج محاكاة بالكمبيوتر لشخص يصلي كل يوم 5 مرات، فدرسوا تأثير هذه المحاكاة على برنامج كمبيوتر خلال مثلا فترة شهر أو شهرين أو 3 أو ربما أكثر، وجدوا أن الحركات التي يقوم بها أثناء الصلاة 5 مرات باليوم بشكل منتظم
تعطي مرونة عجيبة للمفاصل التي يعاني منها الكثير اليوم، وتخفف آلام العمود الفقري، وتعالج مشاكل الفقرات. يعني هذا أمر أيها الأحبة سوف تخسرونه إذا تركتم الصلاة، ستخسر فوائد عاجلة. هذه من رحمة الله تعالى أنه عندما فرض الصلاة علينا أعطاك فوائد عاجلة سريعة، يعني مثل ربح سريع، وأخر الربح الكبير ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن أيها الأحبة، أنا الآن كإنسان يعني أريد أن أعيش حياة سعيدة مستقرة، عندما تركت الصلاة خسرت هذه الفوائد. الصلاة أيها الأحبة، دققوا معي، اليوم هناك جلوس طويل بسبب التكنولوجيا الرقمية التي تحيط بنا من كل جانب. يعني أنا شخصيا أجلس ساعات طويلة، ولكنني مضطر لأن أقوم إلى الصلاة لكي أؤدي الصلوات الخمس، فتجدني عندما أقوم وأتوضأ وأصلي وأتحرك وأمشي وكذا، فأخفف العبء الناتج عن التكنولوجيا الرقمية وعن تثبيت الجسد هكذا أمام الكمبيوتر أو الموبايل. فتجد أن هذه الصلاة تقطع عليك متابعة هذه الأعمال الإلكترونية فتجبرك على أن تقوم. عملية القيام والجلوس والصلاة والوضوء وكذا، هذه تخلصك من مشاكل العمود الفقري ومشاكل الأعصاب التي تحدث أحيانا، الالتهاب الأعصاب وغير ذلك، وانضغاط الفقرات وتكلف مشاكل كثيرة جدا أيها الأحبة. لذلك القرآن ماذا قال؟ أول سورة في القرآن بعد الفاتحة ذا سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول عمل ذكر في القرآن عمل مادي هو الصلاة، لأن الإيمان بالغيب عمل قلبي، أن تؤمن بالله عمل قلب، أما عمل فيه حركة، أول عمل ذكر في القرآن هو الصلاة. الفاتحة دعاء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، كلها دعاء، دعاء لله عز وجل. أول عمل فيه يعني حركة ذكر في القرآن هو الصلاة. لماذا؟ ليقول لك إن هذه الصلاة مهمة جدا. ثم أيها الأحبة، الصلاة تجبرك على ترك الشهوات، لأنك مضطر أن تبقى طاهرا 24 ساعة، وإلا كيف ستصلي؟ لا تستطيع أن تصلي من دون طهارة. فعندما يكون لديك ميول لأشياء فيها فاحشة، فيها أعمال منافية للأخلاق، فيها شيء ما حرم الله، كثير من الشباب يدخل في هذا المجال. ولكن على الرغم من ذلك، الله تعالى فرض علينا الصلاة ليطهرنا بها، لتبقى في حالة طهارة وخشوع وتواصل مع الله. لذلك قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى هنا أيها الأحبة نتيجة أو قانون طبيعي، هذا قانون طبيعي. أنا الآن مضطر أن أتوضأ 5 مرات كل يوم وأقيم الصلاة، كيف سأرتكب الفاحشة؟ لا أستطيع، يجب أن أكون في حالة طهارة. والفاحشة تتطلب عمل، وتتطلب غفلة عن الله، وتتطلب ربما وقت طويل تضيعه وتضيع الصلاة. لذلك القرآن، هناك آية مهمة جدا أيها الأحبة في سورة مريم، أتمنى من الشباب بخاصة أن يقرأوا هذه الآية. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأنبياء وذكر هؤلاء العظام عليهم السلام، سيدنا آدم ونوح وكذا، قال فخلف من بعدهم خلف. انظروا أيها الأحبة، انظروا شيء، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وكأن هناك متلازمة،
تركت الصلاة لابد أن تتبع الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أحد التفاسير يقول الغي هو وادي في جهنم، يعني يهوي به الإنسان 70 خريفا والعياذ بالله. ووادي آخر اسمه الويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن عقوبة هائلة جدا في الآخرة. دعونا من عقوبة الآخرة، لأن الناس اليوم تحب الأشياء العاجلة. الأشياء العاجلة أخي الشاب أن هذه الصلاة فيها فائدة لك. الآن كثير ممن يمارسون رياضة اليوغا يمارسون نفس حركات الصلاة، وهم لا يعلمون أن هذه هي الصلاة على الطريقة الإسلامية. أنت عندما تتوضأ وتمشي إلى المسجد، هذه المدة التي تمشيها ولو كانت 10 دقائق لها أثر كبير على علاج ضغط الدم والسكري والكوليسترول، وعلى منحك طاقة غريبة جدا، طاقة الصلاة. يعني هناك طاقة أيها الأحبة أنا يمكن أن أسميها طاقة الصلاة. هذه الطاقة تنتج في داخلك وتشعر بها بسبب تواصلك مع الله. يعني أنت عندما تأتيك مكالمة من شخص مهم تفرح وتشعر بنوع من الطاقة الإيجابية تغمرك هكذا مثل هالة، تشعر بها، تجد نفسك سعيدا. طيب كيف بمن يتواصل مع الله عز وجل؟ لأن العبد أقرب ما يكون من الله وهو ساجد، حسب ما أكد حبيبنا عليه الصلاة والسلام. سجودك في الصلاة هذا السجود أيضا مهم جدا لإزالة الضغط النفسي والضغط على الرئتين. وضعية السجود أيها الأحبة تخفف الضغط على الرئتين. لماذا؟ لأن وضع الرئتين، الجاذبية، نحن الآن في الوضع الطبيعي، الجاذبية تجذب السوائل الموجودة في الرئتين إلى الأسفل. فأنت عندما تغير هذه الوضعية كل فترة أثناء الصلاة وتسجد تخفف هذا الحمل عن الرئتين. حتى هناك أنا رأيت بعض الباحثين يحاول أن يعالج موضوع الكورونا وهذه السوائل المخاطية اللزجة التي تتراكم وتؤدي إلى موت الإنسان، تحدث ضيقا شديدا في النفس، يعالجها بطريقة السجود. إذن أيها الأحبة هذا السجود هو نعمة لك أيها الشاب. الله تبارك وتعالى قال، ربط في آية عظيمة بين الضيق في الصدر وبين السجود، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أعطاك المشكلة والعلاج مباشرة. لذلك أيها الأحبة هذه الآية لا تظن أنها تخاطب النبي فقط. يخطئ من يظن أن هذه الآية هي خطاب للنبي فقط، لا، هي خطاب للنبي ولكل مؤمن ومؤمنة من بعده عليه الصلاة والسلام. يخاطبك أيها الإنسان، يقول لك إذا ضاق صدرك بسبب شخص أنه يمكر بك، قد يكون ابنك أو زوجتك أو أخوك، قد يكون أقرب الناس إليك يمكر بك، يكيد لك المكائد، يريد أن يؤذيك، لا تستطيع أن تواجه فلان من الناس، لديك ضيق في العيش يؤدي بك إلى ضيق في الصدر، ضيق في النفس، ضيق في الحياة، تشعر بالضيق والكرب. قال لك الله ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نحن أثناء السجود ماذا نقول؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده. إذن التسبيح مع السجود في هذه الوضعية تكون أقرب شيء إلى الله عز وجل. وإذا دعوت الله عز وجل في هذه الوضعية أن يثبتك على الإيمان، أن يرزقك، أن يبعد عنك الشر، أن يحفظ
أسرتك وأولادك وإخوتك، أن يوفقك في دراستك، أن يعينك على اتخاذ القرار الصحيح إذا كنت مقبلا على مشروع أو زواج أو غير ذلك. ثق تماما أن الله سيكون معك ويكون قريبا منك جدا، لأنه هو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إذا دعا الله عز وجل، إذا دعاني. ينبغي أن تتصور أن الله عز وجل قريب جدا منك ويستجيب دعائك، ليس فقط قريب بل يستجيب. لا تظن أن الله يستجيب، ولكن قد يؤخر الإجابة لحكمة هو يعلمها، لأنه لو عجل الإجابة فيه ضرر عليك. أنت عندما تذهب إلى طبيب ويقول لك ينبغي أن تأخذ هذا الدواء بانتظام وستجد نتيجة إيجابية بعد مثلا 10 أيام، لو أخذت الجرعة كاملة ظنا منك أنك ستشفى في اليوم الثاني ربما تموت. فالدعاء أيها الأحبة ليس كله يستجاب في نفس اللحظة، لا، هناك دعاء يستجاب مباشرة، وهذا أقل أنواع الكرم من الله، يستجيب مباشرة. طلبت رزق يعطيك رزق. النوع الأعلى من هذا أنه يستجيب لك بأن يصرف عنك شرا بقدر هذا الذي طلبته. طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يرزقك رزقا محددا فصرف عنك شرا وأنت لا تدري، هذا نوع أعلى، أنه جنبك الشر والمشاكل والحوادث والمرض وكذا. النوع الأعلى أن يؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة. في ذلك اليوم تجد أن الإنسان بحاجة لحسنة، يفر ويهرب من أخيه، من أمه، من أبيه، من أقرب الناس إليه، يهرب يفر، زلزلة عجيبة وغضب من الله سبحانه وتعالى ونار جهنم، تحتاج إلى حسنة، يؤخر لك الإجابة إلى ذلك اليوم، فتجد تقول الحمد لله أن الله أخر لي الإجابة، لأنك في الدنيا تستطيع أن تعيش لا مشكلة هكذا أو هكذا، أما يوم القيامة لا يوجد حل. فعندما يؤخر لك الله الإجابة إلى يوم القيامة هذا قمة الكرم والعطاء من الله، لأنه يحبك ويريدك أن تكون من الفائزين يوم لقائه عز وجل. إذن أيها الأحبة، أنا لدي هنا دراسات نفسية تؤكد أن الإنسان الذي يصلي تكون حالته النفسية أفضل، ما رأيكم؟ أنت عندما تترك الصلاة تخسر هذه الميزة، وهي ميزة الحالة النفسية، لأن الإنسان الذي يحافظ على صلاة الفجر تجد أنه ينجو من الاكتئاب بسبب الاستيقاظ المبكر وبسبب الاستفادة من طاقة الفجر. الآن الله تبارك وتعالى يقول لك: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربط بين الفلاح أي النجاح وبين الخشوع. الصلاة الصحيحة تحتاج إلى خشوع، الصلاة بدون خشوع يعني فائدتها قليلة جدا. عندما تركز تفكيرك وتقف بين يدي الله وتتصور الجنة والنار وتتصور يوم القيامة وتتصور وكأنك ستموت بعد هذه الصلاة، كما قال النبي: صلي صلاة مودع، كأن هذه آخر صلاة، هذه الحالة النفسية تجعلك مرتاحا جدا، وتجعل دماغك وبخاصة منطقة اتخاذ القرار هنا منطقة تكون فعالة جدا في حالة التأمل والخشوع أثناء الصلاة. لذلك النبي أوصانا بصلاة الاستخارة إذا أردنا أن نتخذ قرار مهم، تريد أن تشتري شيء مهم، تريد أن تدخل في مشروع، في كذا، تستخير الله، تصلي ركعتين، تدعو دعاء الاستخارة، فهذه الصلاة بخشوع مع الدعاء تجعل منطقة الناصية أكثر قدرة على اتخاذ القرار. لذلك ربط القرآن بين النجاح في اتخاذ القرارات، طبعا هنا الفلاح ليس في الآخرة فقط، أيضا في الدنيا. قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون، ربط بين النجاح وبين الخشوع في الصلاة. لذلك أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخشوع هو التأمل أيها الأحبة، يسميه علماء الغرب بالتأمل، وجدوا له فوائد عظيمة جدا أنت تخسرها إذا تركت الصلاة. على رأس هذه الفوائد أنه يقوي منطقة الناصية وينشطها ويعينك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك، هذا أولا. الشيء الثاني أيها الأحبة، أن الخشوع والتأمل يزيدك إبداعا، وبخاصة الشباب الذين يبحثون عن عمل، الذين يبحثون عن مشاريع، يبحث عن النجاح، أن الصلاة هي رقم واحد في أسرار النجاح أيها الأحبة. ليس النجاح بالأموال وجمع الأموال، لا، النجاح الحقيقي أن تنجح في حياتك الاجتماعية أولا وفي حياتك المادية ثانيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أحد المستشرقين وهو غير مسلم، أراد أن يصنف الرجل رقم واحد الذي نجح على مستوى العالم في التاريخ، وجد النبي محمد. لماذا؟ قال لأنه نجح على المستوى الشخصي والاجتماعي والأسري، ونجح على المستوى العالمي، ونجح على المستوى العسكري والقيادي والإداري. يعني كان إداريا في منزله وفي بيته عليه الصلاة والسلام، وكان إداريا في أمته. وهذه الميزة لا تتحقق في رجل واحد، قد تجد رجل مليونير ولكنه فاشل في بيته، وتجد رجل ناجح في بيته ربما يعاني من مشاكل في الخارج. النبي نجح على المستوى الفردي الأسري والمستوى الإداري والقيادي الخارجي، بسبب أنه التزم بتعاليم القرآن وعلى رأسها الصلاة. لذلك أيها الأحبة، نصيحتي أختم بها، إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فسارع إلى الصلاة وكن من الخاشعين، كما قال الله عز وجل عن أولئك الأنبياء الذين استجاب دعاءهم، مثل النبي نوح أنقذه من الطوفان، النبي زكريا وهبه الولد وهو في عمر كبير جدا 70 أو 80 سنة أو أكثر، سيدنا ذنون أنقذه من بطن الحوت، سيدنا يونس، سيدنا أيوب أنقذه الله من المرض. فاستجاب لهؤلاء الأنبياء بسرعة. لماذا؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا دائما في حالة خشوع وصلاة لله وعبادة لله، فاستجاب الله دعاءهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مستجابي الدعوة، وأن يعيننا على الالتزام بهذه الصلاة. الصلاة أيها الأحبة والله إنها لذة لا يستطيع أن يصفها إلا من يمارسها، ولا يشعر بها إلا من يطبقها. فإذا أيها الأحبة، لا تخسروا كل هذه الفوائد، التزموا بالصلاة مهما كان، وسوف تجدون لذة غريبة جدا. والمشكلة أن الالتزام في بدايته صعب، ولكن عندما تمر فترة شهر أو 40 يوم سوف لا تستطيع أن تترك الصلاة. يعني أنت أجبر نفسك أن تلتزم ولو لمدة 40 يوم فقط، ستجد بعد ذلك أنك لا تستطيع أن تترك الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإلى لقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.